السلام عليكم. يكاد اليمن يعيش أسوأ مراحل تاريخه، حرب طاحنة وإعصار أتى على الأخضر واليابس، وعملة محلية منهارة، ثم أمراض ومجاعة تفتك باليمنيين. 13 مليون إنسان يمني مهددون بالموت جوعا إذا لم تتوقف الحرب الدائرة في البلاد. هذا ما ورد في تقرير لصحيفة الإنديبندنت البريطانية، جاء فيه أن الأمم المتحدة تستعد في غضون أسابيع قليلة لإعلان وقوع اليمن في أكبر مجاعة بشرية منذ قرن من الزمان. يحصل هذا تزامنا مع انهيار في العملة اليمنية وتردي الأوضاع المعيشية، وهو ما كان مناسبة لإقالة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر من قبل الرئيس عبد الرب منصور هادي وتعيين معين عبد الملك خلفا له. ما حيثيات إقالة ابن دغر؟ وماذا بإمكان خلفه أن يفعل؟ وإلى أين تتجه الحال باليمن في ظل صراع لا يلوح أفق بانتهائه قريبا؟ هذه بعض من محاور حلقة اليوم من برنامج حديث العرب. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. 18 مليون يمني يعيشون يومهم دون أن يعلموا من أين سيؤمنون وجبتهم التالية. هذا ما أكدته تصريحات للمتحدث باسم البرنامج العالمي للغذاء التابع للأمم المتحدة. البرنامج الأممي أشار كذلك إلى أن 8 ملايين يمني باتوا على حافة المجاعة بعد أن تضاعفت أسعار المواد الغذائية الرئيسية في البلاد 3 مرات مقارنة بما كانت عليه قبل سنة واحدة. في ظل حرب ضروس طال أمدها لنحو 4 سنين، فقست على اليمنيين ووضعتهم على حافة مجاعة تصفها الأمم المتحدة الأكبر في العالم، في ظل انتشار أمراض وبائية كالكوليرا الناتجة عن عدم توفر المياه الصحية وقلة الغذاء والنقص الحاد في المستلزمات الطبية والأدوية. أمام واقع الحرب والأزمة الاقتصادية الطاحنة، أعلن الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي إقالة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، محملا إياه مسؤولية انهيار العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم بنسب غير مسبوقة. إجراء يرى محللون أن آثاره ستكون سياسية أكثر منها اقتصادية، فإقالة الحكومة لن تغير من تداعيات الصراع العسكري في البلاد، كما لن توحد السياسات المالية بين العاصمة الشرعية المؤقتة في عدن والعاصمة الانقلابية في صنعاء. فاستنزاف الحوثيين موارد البلاد وتسخيرها للمجهود الحربي وتحكم المضاربين في سعر الصرف في ظل غياب دور البنك المركزي اليمني عن ممارسة مهامه في إدارة السياسة النقدية، ناهيك عن قلة إن لم يكن انعدام موارد النقد الأجنبي ونفاد الاحتياطيات منه والإفراط في الإصدار النقدي، كل ذلك في رأي المحللين فاقم من أزمة تدهور قيمة الريال اليمني وارتفاع نسب التضخم. في المحصلة، فإن الانقسام والصراع هو سبب الأزمة، وأي طريق للحل ينبغي أن يمر عبر إنهاء الصراع أو توحيد السلطة النقدية بين المتصارعين. أمل يبدو بعيد المنال بالنظر إلى التطورات على الأرض اليمنية، فهل تتمكن القوى الإقليمية والدولية المؤثرة في اليمن من تحقيقه وإنهاء معاناة هؤلاء؟ الأيام أو الشهور القادمة ربما تحمل إجابة لهذا السؤال. إلى ضيوف الحلقة، معي في الاستوديو ياسين التميمي الكاتب والمحلل السياسي، ومن لندن عبر سكايب كل من محمد جميح الكاتب السياسي وعادل الحامدي الكاتب والإعلامي، وهما طبعا مقيمان في لندن. أهلا بالجمع الكريم حفظ الألقاب. أبدأ معك في الاستوديو. قرار إقالة بن دغر حوى قائمة بالأسباب، منها سوء تعامله مع أعصار لبنان وانهيار العملة المحلية وضعف إمكاناته في مواجهة الأوضاع المعيشية المتردية لليمنيين. ما مدى مسؤولية رئيس الحكومة المقال عن هذه العوامل مجتمعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفيك ولمشاهدي قناة الرافدة. أهلا وسهلا. بطبيعة الحال هذه حيثيات لا تعكس حقيقة الدوافع التي حدث بالرئيس عبد الرب منصور هادي إلى إقالة رئيس الوزراء بهذه الطريقة وتحييده وربما إحراقه سياسيا.
الرجل أقاله وأحاله إلى التحقيق، وهي خطوة مخيفة جدا بالنسبة أو ربما تشير إلى الأجندة الخفية للرئيس عبد الرب منصور هادي. طبعا ما من شك أن عبد الرب منصور هادي دائما يخضع للتسويات، يخضع للضغوطات من المؤثرين الحقيقيين في مجرى الأحداث في اليمن، والمؤثرين هم الأطراف التحالف في حقيقة الأمر. بندغر يعني قبل أن نتكلم عن المؤثرين، يعني مهما يكون التأثير، هل يصل إلى مرحلة أن يهدم رفيقه سياسيا يحيله إلى التحقيق؟ الرئيس للأسف يعني ربما يضغطون عليه لكي يقيله، لكن يعني الآن يعني ترسخ لدى الكثيرين بأن الرئيس عبد الرب منصور هادي يدافع عن موقعه الرئاسي بكل الوسائل الممكنة. وما كان يحتاج أصلا إلى إقالة رئيس الوزراء وإلى معاقبته بهذه الطريقة. رئيس الوزراء قدم استقالته 4 مرات لعبد الرب منصور هادي. لماذا قدم استقالته؟ قدم استقالته لأنه شعر بأن التحالف والظروف الموضوعية على الأرض لا تسمح له بالقيام بدوره كما يجب، بدليل أنه ما منذ أن عاد من سقطرة حيث وقف موقفا مشجعا في يعني مشرفا في مواجهة محاولة إماراتية واضحة للسيطرة العسكرية والاحتلال المباشر لجزيرة سقطرة، عندما عاد إلى عدن لم يمكث فيها إلا قليلا، ثم ذهب إلى الرياض، وهذا طبعا بسبب ضغوط مارستها الإمارات. عندما عاد مع الرئيس في معركة، عندما دشنت معركة الحديدة، لم يبقه الرئيس في عدن، وهذا أيضا كان استجابة لضغوطات من التحالف أنفسهم، يعني دفع به إلى الرياض بذريعة مواصلة المفاوضات مع المبعوث الأممي. كان هناك رغبة بعدم إبقاء بندغر على الأرض اليمنية. اليوم الحديث لم يعد يقتصر على بندغر، لا الرئيس ولا بندغر ولا أي وزير في الحكومة الآن يعمل من الأرض ما عدا وزير الداخلية، وهذا وفق تفاهمات مع الإمارات. إذن أنت عندما تحاسب رئيس الوزراء وتقيله بهذه الطريقة لأسباب ترى أنها موضوعية والناس يفهموا أنها موضوعية، وهي طبعا هناك أسباب حقيقية، هناك انهيار للعملة، هناك تردي معيشي، هناك فشل ذريع، لكن لا يتحملها رئيس الوزراء. أين الحكومة أصلا؟ أين الرئيس؟ إذا كنت أنت لا تستطيع أن تعود إلى أرضك لممارسة مهامك، فكيف تحاول أن تحشر هذه الأسباب من أجل أن معذرة إذا كان لا يستطيع يعني إذا كان لا يستطيع العودة إلى اليمن، وتحديدا في عدن هناك معوقات يعني والجميع يعرفها، يعني كيف استقر لدى اليمنيين بحسب ما قلت أنه يدافع عن منصبه كرئيس بكل الوسائل؟ لأنه طريقة التخلص من بندغر كانت طريقة غير مناسبة، لأن بندغر وكما هو واضح ومعروف ومن مصادر موثوقة تقدم باستقالته 4 مرات، لأنه شعر أنه لا يستطيع الاستمرار كرئيس للحكومة في ظل هذه الظروف. لكن يبدو أن كان هناك رغبة بعدم ضمان خروج مشرف الرئيس الوزراء من الحكومة، وهذا رغبة من قبل من؟ هذا من قبل التحالف، ربما يعني على الأرجح من قبل التحالف. طيب. بالنسبة لعبد الرب منصور هادي هناك قضية تتعلق بترتيب وضع البرلمان الجديد، استيعاب أعضاء المؤتمر الشعبي العام في الحكومة، وهذا الاستيعاب يتم بإعاز وضغط كبير جدا من قبل التحالف. هم يريدون اليوم السيطرة على الشرعية من خلال إعادة تمكين قيادات مؤتمرية تابعة لصالح. نعم. وهو استكمال حقيقي للثورة المضادة، بما بدأت يعني بتعيين رئيس اللجنة الاقتصادية، بتعيين محافظ البنك المركزي، وهذه الشخصيات طيب. كانت محسوبة على صالح. هادي يريد يعني أراد بإزاحة رئيس الوزراء لكي يضمن أن تكون هناك شخصية جنوبية على رأس البرلمان في حال تم استكمال النصاب القانوني. لهذا اضطر يعين رئيس وزراء من محافظة شمالية وهي محافظة تعز، حتى يكون لديه الفرصة لتعيين رئيسا للبرلمان من شخصية جنوبية. طبعا كان بندغر شخصية جنوبية، فلا يصلح انه رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، رئيس البرلمان كلهم جنوبيون. هو حريص على المؤسسة التشريعية لأنها هي حائط الصد الذي يمكن ان يحميه من السقوط. طيب. من اي ترتيبات يمكن ان تؤدي الى ازاحته من المشهد. لنذهب الى لندن نسمع رأي عادل الحامدي، يعني هل إقالة بندغر هي قرار يمني بامتياز أم أنها وراءها جهات دفعت بهذا الاتجاه كما يقول ضيفنا في الاستوديو ياسين تميمي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك ولضيفيك الكريمين صديقي العزيزين الأستاذ ياسين تميمي والدكتور محمد الجميح. بالتأكيد كما تحدث الدكتور ياسين التميمي قبل قليل من عندك في الاستوديو، فإن تغيير أو إقالة رئيس الوزراء الحالي السابق أحمد بندغر لم يكن قرارا يعني يمنيا محليا على أساس، بدليل أن ربما الرئيس عبد الرب منصور هادي ليس موجودا في اليمن حتى يمكن أن يأخذ قرارا
مستقلا كهذا. ثم ان المساله اليمنيه الان تعتبر ليست بيد اليمنيين وحده، بل هي بيد القوى الاقليميه والدوليه بامتياز الرياض وابو ظبي وربما حتى ما القاهره، هذه عواصم مهمه في صياغه المشارك بالاضافه الى الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا. لا يمكن الحديث عن قرار للرئيس عبد الله المصري بعيدا عن العواصم عنها، فإقالة الصغر وتحسين رئيس الوزراء جديد. يعني أرجو المعذرة سيد عادل، الصوت لا يصلني واضحا، سأعود إليك بعد القليل لعل المشكلة يتم إصلاحها. أذهب إلى جماح. سيد جماح، أليس غريبا أن يكتشف الرئيس عبد ربه منصور هادي بعد كل هذه المدة أن بن دغر يعني رجل ضعيف ولا يصلح لهذا المنصب، أم أن فقط لبان الإعصار وانهيار العملة هما من عجل برحيل بن دغر؟ في البدء احييك واحيي ضيفيك الكريمين. في الواقع ان هناك خلافا كان قد نشر بين الرجلين قبل شهور او ربما اكثر من عام. من هذا الخلاف ما يعود الى المؤتمر الشعبي العام، وهو الحزب الذي ينتمي اليه الرئيس ورئيس الحكومه، وترتيب اوضاع المؤتمر خاصه بعد مقتل الرئيس السابق علي عبد الله الصالح ودعوات صريحه بن دغر في إعادة تأهيل نجيب صالح في الإمارات ورفض العقوبات الدولية المفروضة عليه ومحاولات دغر لتدعم ربما المؤتمر الشعب العام، ويعد من العام ساعد المؤتمر. هذه فيما تخص المؤتمر الشعبي العام، خلافات داخل المؤتمر. لكن هناك أيضا يعني نوع من التوجس ربما لدى الرئيس هادي من الدغر، وخاصه وانه على الاحداث كانت في قطرة ظهور مايو الماضي تقريبا عندما ذهب هناك، وكذا على احداث قبلها في يناير الماضي عندما ثبت في عدن اثناء معركه امتدت في 3 أيام وكانت تريد رأسه ورأسه، ثبتت في عدن وخرج الذهاب بعد نهاية الحرب فرغم إلى الرياض. ربما كل هذه الأسباب سمع ولدت لدى الرئيس هادي نوعا من التوجه بالدغر، هذا من ناحية. من ناحية أخرى هناك أيضا أسباب حقيقية علل بها القرار الصادر في إقالة الدغر فيما يخص طيب. سيد محمد معذرة، يعني أرجو المشكلة نفسها نمر بها، يعني سأعود إليك بعد قليل. أعود مرة أخرى إلى السيد عادل، يعني ما مدى سألتك ما مدى حضور بصمة الجهاد الخارجية، وهنا المقصود بها غالبا دول التحالف وخاصة الإمارات والسعودية، ما مدى حضور هذه البصمة في إقالة بن دغر وإحالته للتحقيق؟ طبعا مرة أخرى أؤكد لك بأن موضوع تعيين أو إقالة بن دغر وتعيين بديل له على رأس الحكومة هو قرار إقليمي بامتياز. نحن نعلم بأن ملك مصر من المجلس الانتقالي الجنوبي وهو مدعوم من أبو ظبي كان طالب إقالة الحكومة بتغيير حكومي كامل، فهذه الخطة جاءت كما لو أنها إشارة إلى تجاوب حكومة الرئيس عبد الله منصور هادي مع مصر المجلس الانتقالي في الجنوب، والمجلس الانتقالي يرفع شعار مكافحة الفساد ويتهم حكومة بن دغر بأنها حكومة فاسدة وأن عرفتها مفسدون. الآن هل يمكن القول بأن رئيس حكومة جديدة الذي تأدى اليمين الدستورية اليوم الخميس الدكتور معين عبد الملك، هل يمكن القول بأنه هو الخيار الأفضل؟ هل يمتلك الأدوات مواجهة الفاسدين في حكومة بن دغر السابقة ما يؤهله ليلعب دورا مهما في إعادة صياغة برنامج الحكومة وأوجهتها والتجاوب مع مطالب اليمنيين؟ شخصيا لا أعتقد بأنه يمتلك الأدوات ما يمكنه من مواجهة هذه المطالب، أعتقد بأن القرار اليمني ما زال مختطفا بيد القوى الإقليمية الداعمة، وأعني تحديدا عاصمتين أساسيتين أي الرياض وأبو ظبي.
ربما الآن تراجع دور الرياض بالنظر إلى ما تعيشه السعودية من مشاكل داخلية جراء التداعيات، اختفاء إعلامي والصحافي السعودي كمال خاشقجي في سفارة قنصلية السعودية في إسطنبول منذ أسبوعين، لكن أبو ظبي لا تزال هي العاصمة الباعثة في إدارة الشأن اليمني، وقد كشفت بعض التقارير الإعلامية بعد ذلك بأنها تستعين ببعض الشركات الإسرائيلية في اغتيال بعض القيادات والشخصيات السياسية اليمنية في سياق إعادة تشكيل الخارطة السياسية في اليمن. خلاصة القول أننا أمام أو أننا إزاء سياسيين لا تقول أطراف تحدية وإنما الأطراف الإقليمية. طيب ياسين، يعني عملية إقالة بن دغر هل هي مجرد إجراء يعني بهذا التبسيط إجراء انتقامي من قبل الإمارات والسعودية، أم أنها عنوان لمرحلة تغيير في إدارة الملف داخل البلاد في المرحلة المقبلة؟ هذا وذاك، يعني لا يمكن يعني تجاهل الطبيعة الثأرية وراء إسقاط رئيس الوزراء وإحراقه. ما يجب أن نتفق عليه أنه الأسباب إقالة رئيس الوزراء ليست أسباب اقتصادية، مع أن الأسباب الاقتصادية تحتل واجهة المشهد في اليمن، والسبب هو أن الإمارات نفسها لها أدوات ساهمت في إضعاف الريال، في هذا الانهيار المريع للريال. طرفين أساسيين في اليمن ساهما في انهيار العملة، الحوثيين وهم يبحثون عن عملات صعبة من أجل شراء السلاح وبناء اقتصادهم الموازي في إطار الدولة، بالنظر أنهم يتوفرون على كتلة نقدية مكنتهم من شراء الدولار أول بأول من السوق. الثاني هو أن ثبت بما لا يدع مجال للشك أن هناك شخصيات وأشخاص وأفراد في عدن يتبعون الإمارات يقومون بشكل مثابر ومستمر على شراء الدولارات من السوق، مما ساهم في تدهور الريال. والسبب أنه كان هذا يترافق مع تحركات شعبية كانت الإمارات تأمل بأن توفر غطاء لإسقاط ما تسمى بالحكومة الفاسدة، لكن هذا الغطاء الشعبي لم يتوفر، فاضطروا إلى اللجوء إلى يعني تحقيق هذا الهدف وهو إحراج الحكومة والعمل على تدهور الريال بحيث أنه يكون هذا سبب كافي لتثوير الشعب. هذا لم يتم، والسبب هو أن الجميع يعرف أن الحكومة ليست موجودة في الأرض. الناس عندما يثورون في وجه من؟ ليست هناك حكومة في واقع الأمر، وليس هناك ما يفيد بأن الحكومة تمتلك قرارها. التحالف العربي للأسف الشديد هو السبب في تعميق المأساة الاقتصادية اليمنية، وهو السبب وراء إفشاء الحكومة الشرعية، وهو السبب وراء هذا المسار المعوج في العمليات العسكرية التي لا نرى لها أهداف واضحة حتى هذه اللحظة. إذن الأهداف السياسية هي التي تقف وراء إقالة بن دغر. هناك أسباب تتعلق بالرئيس وإرادته الصلبة للدفاع عن موقعه الرئاسي بأي ثمن كان، وهناك أيضا سبب آخر مرتبط برغبة أطراف التحالف في الانتقام من الدور الوطني الذي قام به بن دغر خلال المرحلة الماضية وشكل مصدر إلهام، ورأينا كيف كان له ارتدادات على المستوى الشعبي. اليوم هناك تيار واسع يمني يتجاوز يعبر الحدود، حدود المحافظات وحدود الشطرين السابقين، ويتبنى فكرة الوقوف في وجه التحالف وفساد التحالف وانحراف التحالف وفي وجه الفشل الاقتصادي للحكومة. طيب دعني أذهب مرة أخرى إلى محمد جميح، يعني هل تتفق مع ما قاله ياسين تميم من أن هناك تيارا وطنيا عريضا وواسعا في الشارع اليمني يتشكل للدفع باتجاه إخراج التحالف من ملف القضية اليمنية؟ هل توافق على هذا الكلام وكيف يتبدى هذا؟ أنا أعتقد أن هناك كثير من الأخطاء التي ارتكبت من قبل الطيران وكثير من الممارسات التي كانت في عدن أدت إلى توليد حالة من الغضب لدى بعض القطاعات بين اليمنيين، لكن هل تحولت هذه القطاعات إلى قدر كبير وواسع بما يمكن أن نسميه تيارا عاما شعبيا يطالب في أصحاب التحالف العربي من هذه من عمليات من؟ يعني أعتقد أن هذا السؤال يحتاج إلى كثير من النقاط، لكن ما هو مؤكد أن اليمنيين بكافة وثلاث سيارات هناكهم السياسية ربما وصلوا إلى حقيقة أن الأحزاب السياسية والحكومات السياسية والحوثيين في صنعاء وحراس عدن والمجلس الانتقالي في عدن والحكومة الشرعية وكل مكوناتها لم يعودوا قادرين، والتحالف العربي لم يعودوا قادرين على
أن يلبوا متطلبات وتطلعات اليمنيين في الداخل إن على المستوى الاقتصادي أو على المستوى السياسي أو على مستوى إعادة الأمن والاستقرار في البلد. هذه حقائق واضحة. تظل مسألة أن اليمنيين في الداخل يعانون بفعل التحالف والضربات الخاطئة، يعانون ذلك بفعل الشرعية والأداء الركيز لهذه الشرعية، وبالطبع يعانون بالمقام الأول من تصرفات الحوثيين على أساس الحوثيين هم الجهة الانقلابية وهم الجهة التي جرت وجرت هذه الحروب المتوالية في اليمن. نعم، حقيقة أن هناك تطور بارز، يعني الأمم المتحدة بحسب ما ذكرت صحيفة إنديبندنت البريطانية تعتزم إعلان اليمن إعلان مجاعة بشرية تاريخية في اليمن. سنبحث هذا الأمر بعد عودة من فاصل هذا الفاصل. أسعدكم الله، ما زلنا وإياكم في الحديث عن المشهد اليمني في ضوء التطورات الأخيرة. أذهب إلى لندن مع عادل الحامدي. 13 مليون يمني قد يموتون جوعا بحسب تقارير ستصدر عن الأمم المتحدة. إلى أي مدى هناك وعي حكومي يمني بطبيعة وحجم هذه المشكلة؟ طبعا التقارير الأممية تتحدث عن 18 مليون مهددون بأكثر مجاعة قرن من الزمان. الأمم المتحدة تحذر الطائفين على الشأن اليمني بأن اليمن مقبل على مجاعة غير مسبوقة في التاريخ البشري الجديد، ويبدو أن الأطراف اليمنية خاصة الأطراف الفاعلة، وأنا هنا أشير إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي وإلى الحكومة اليمنية الجديدة، هذه كلها لا تستطيع أن تفعل شيئا طالما أن قرارها كما قلت قرار صادر من التسليمية وتحديدا العاصمتين الرئيسيتين أي أبو ظبي والرياض. الرئيس عبد الرب منصور هادي مقيم في العاصمة السعودية ما زال إلى حد الآن، لا يستطيع العودة إلى دياره أي إلى العمل من داخل اليمن، وبالتالي نحن نتحدث عن صيغة غير مسبوقة أيضا حتى في العالم السياسي. كيف يمكن لرئيس دولة أن يدير شؤون بلاده من الخارج؟ ثم ثانيا كيف يمكن لتحالف عربي يقصف صباحا مساء المدنيين في مختلف المدن والمحافظات والقرى اليمنية ثم يطالب الحكومة بمحاربة؟ يعني كيف يقصف؟ يعني سيد عادل كيف يقصف اليمني؟ هو يواجه الحوثيين بعدما عجز اليمنيون بشكل أو بآخر عن هذه المواجهة، دخل ليواجه واستطاع مساعدة اليمنيين في تحرير مناطق واسعة من اليمن، يعني كيف يقصف المدنيين؟ هذه لم يقل بها إلا القليل من المراقبين من الخارج، لكن على أرض الواقع قد تحدث بعض الأخطاء. لكن أنت تعلم بأن الأمم المتحدة وأيضا المراقبين الدوليين كانوا قد أشاروا إلى أخطاء فادحة وقع فيها بين قوسين التحالف الإمارات السعودي الذي كان يبحث عن إعادة الشرعية في اليمن، لكن تبين مع مرور الوقت والزمن أنه كان يريد البحث عن إعادة الشرعية إلى اليمن، وإنما كان يريد اقتسام الهيمنة على اليمن أي اقتسام اليمن بين الهيمنة السعودية والهيمنة الإماراتية، وأن اليمنيين عليهم أن يدفعوا الثمن من دمائهم. ولذلك لو تلاحظ معي اليوم بأن اليمنيين أصبحوا مدركين إلى أن التحالف العربي ليس من أهداف إعادة شرعية اليمن وتوحيد اليمن، والدليل أيضا أن الإمارات تدعم مجموعات أمنية خارجة عن سيطرة الحكومة، وهذا يتم تحت ومرأة ومسمع القيادة السعودية.
وبالتالي فعندما نتحدث عن مشروعات خارجة عن السياسة الشرعية اليمنية ولديها دعم بالسلاح والمال وأيضا الاعتماد السياسي من عاصمة أساسية في التحالف العربي وأنا أشير إلى أبو ظبي، فهذا يدل مباشرة على أن التحالف ليس هدفه محاربة الحوثيين بقدر ما هدفه تحقيق أجندات إقليمية للأسف الشديد في اليمن، وهذا ما تبين أيضا اليمن في الأشهر الأخيرة، وحتى حكومة الرئيس عبد الرب منصور هادي يبدو أنه تبين الرئيس عبد الرب منصور هادي لا يستطيع أن يتخذ قرار، بل إنه تحول في بعض الوقت تحول معتقل ورهينة داخل المملكة العربية السعودية. لذلك طالما أننا لا نستطيع أن نتحدث مع الرئيس عبد الرب منصور هادي مع الحكومة، وطالما أننا لا نستطيع الوثوق بأن هذه القرارات تؤثر على الرئيس عبد الرب منصور هادي هي قرارات يمنية 100%، فنحن نتحدث عن ضربية وعن صمود كبير وعن قرار مخطط للأسف الشديد، وهو قرار سيساهم في إحداث هذه المجاعة وتزيد من سوء أوضاع اليمن طالما لا توجد إرادة سياسية جدية. وضحت الفكرة. وضحت الفكرة، يعني وقعت حروب في عدد من البلدان في المنطقة وفي غير المنطقة، لم نسمع عن هذه الأعداد من الجوعة، يعني ما خصوصية الحالة اليمنية؟ لماذا كل هذه الأعداد الجائعة في اليمن؟ البلد مهدد بنصف شعبه تقريبا. أنا أعتقد أن السبب الأساسي هو أنه لا توجد آلية كفؤة لإيصال المساعدات. المسألة لا تعود إلى قلة المساعدات، لكن هناك مشاكل حقيقية مرتبطة أولا بعدم نزاهة المنظمات الدولية التي اضطرت أن تتعامل مع الحوثيين ربما بإرادتها وربما بغير إرادتها. هناك جزء كبير من الأراضي اليمنية تحت سيطرة الحوثيين. الأمم المتحدة حرصت على أن يكون المنفذ الرئيسي لإيصال المساعدات هو ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين. الحوثيين لا يكترثون بمسألة إيصال المساعدات للناس، هم يعتبرون هؤلاء الناس أصلا جزء من أعدائهم، وبالتالي يعملون عن عمد في توجيه الكثير من المساعدات لصالح مجهودهم الحربي. هذا واحد. اثنين، أن التحالف لم يعمل على تقوية دور الحكومة في المناطق التي استعيدت من الحوثيين، الحكومة أضعفها بشكل كبير جدا واعتمد على جهود المنظمات التي تتبع له مباشرة مثل مركز الملك سلمان، وهو أنا أعتقد أنه أكبر جهة تعمل في مجال الإغاثة، بالإضافة إلى جمعيات عربية وخليجية أخرى قطرية وكويتية. في السابق كان هناك نشاط قطري لكن عملت الإمارات على منعه بشكل كامل، وهناك أيضا دور للأتراك ولكن محدود أيضا بسبب الأجندة السياسية للإمارات. فتخيل ميناء عدن مغلق، ميناء المكلا مغلق، ميناء المخاء مغلق وتحول إلى ثكنة عسكرية. يعني لو أراد التحالف أن ينهي هذه المأساة لأنهاها، وهذه المأساة لا يمكن أن تنتهي إلا بوجود آلية كفؤة، والآلية الكفؤة لا يمكن أن تكون موجودة والحكومة مغيبة على الأرض. إذن هناك تغييب الحكومة، هناك غياب للآلية الكفؤة، وهناك توجيه جزء كبير من المساعدات لصالح الحوثيين. لهذا ضاع اليمنيون في مفترق الطرق، هذا مفترق طرق المساعدات ضاعوا ولم تصل إليهم المساعدات بشكل كافي. لهذا اليوم الحديث عن مجاعة في اليمن. أيضا الأطراف تعمل يعني تحارب بسقف مرتفع من الناحية اللا أخلاقية، يعني الجميع لا يكترث بالشعب اليمني ولا بحياة الشعب اليمني، لا التحالف ولا الحوثيين للأسف الشديد. فلهذا يعني المنظمات الدولية اليوم تتجه إلى إعلان اليمن كبلد لأكبر مجاعة في 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 العالم. المنظمات الدولية يعني ساهمت إلى حد كبير جدا في التقليل، لا يعني لا نقلل من دورها، ولكنها قللت هي أيضا من كفاءتها في إيصال المساعدات للناس، لكن لا يمكن أن ننكر أنها ساهمت إلى حد كبير في إيصال المعونات والمساعدات للشعب اليمني. لهذا هناك أيضا مبالغات فيما يتعلق بالوضع الإنساني في اليمن لدوافع سياسية، الهدف منه هو ممارسة المزيد من الضغط على التحالف. لكن ما يلاحظ بالنسبة للتحالف هو أن تعامل التحالف تعامل مع اليمن ومع الأطراف اليمنية التي يحاربها إجمالا باستعلاء في هذا المبالغة. نعم في هناك مبالغات، لكن في ملاحظة أريد قبل أن أنساها، وهو أن التحالف
مستعلي على جميع الأطراف اليمنية. هو يعني بسبب التغطية الأمريكية أعتقد أنه ممكن أن يتعامل مع كل الأطراف على تناقضاتها. هو يريد أن يحارب الحوثيين ويريد أن يحارب شركائه في الميدان مثل تجمع اليمن الإصلاح وأطراف أخرى، ويريد إعادة هندسات المشهد، ويريد أن يحارب حتى السلطة الشرعية. تخيل أن التحالف يقتحم الساحة اليمنية بهذه العقلية الموتورة المربكة، فكيف لن نراه سوى يغرق عسكريا في اليمن ويغرق إنسانيا ويغرق معه اليمنيون. طيب حماد جميع في لندن، يعني بغض النظر عن وجود المبالغة من عدمه في إبداء الواقع أو عرض الواقع الإنساني في اليمن، ثمة مجاعة في اليمن، ثمة جوع في اليمن. الآن هو القرار أنه إذا لم توقف الحرب بين قوات التحالف من جهة والحوثيين من جهة أخرى، فإن الملايين من اليمنيين مهددون بالموت جوعا. يعني ماذا ترى دول التحالف وخاصة السعودية والإمارات فاعلة في هذا الصدد؟ أنا أعتقد أن اليمنيين جميعا اليوم يريدون أن تنتهي الحرب، لكن مع إرادة نهاية الحرب هذه ينبغي أن نضع سؤالا واضح، هو من الذي لا يريد نهاية هذه الحرب؟ مقررات الأمن الدولي والقدر والحوار الوطني، كل هذه المشروعيات الثلاث إحلال الحرب السلمية في اليمن يرفضها بشكل واضح. لو جاءت اليمن وجاءت السلمية هذا يعني نهاية الحوثيين في صنعاء، وبالتالي هم بشكل واضح لا يريدون نهايه الحرب لانها تعني القضاء في صنعاء. اذا يعني الذين يطالبون للاسف الشديد بنهايه الحرب والوصول الى حل سلمي هم لا يتحدثون عن المعضله الاساسيه التي يواجهها هذا الحل السلمي. اتصور ان التحالف العربي والحكومه الشرعيه والمجتمع الدولي لديهم مشاكل كثيره، لكن السبب الرئيسي باستمرار هذه الحرب وجهة نظرهم الحوثيون لأنهم يرفضون كل هذه المدعيات المعترف بها من أجل الحل، ولأن الحل بكل بساطة على أعماله في الاستمرار في السلطة والثروة. نعود إلى الجانب الإنساني وجانب الشجاعة وأوضحته المتحدة أمام صدر البلاد التابعة القادمة. الحقيقة أن الحوثيين كذلك لعبوا بشكل لا إنساني على وتر معاناة الإنسانية. المعاناة الإنسانية تأتي على الحوثيين لأن خلال الآن يولدون دبلياً ويتهمون التحالف ويتهمون الحكومة الشرعية، ومن صالحهم أن يستثمروا في المعاناة اليمنية كما أنه من صالحهم أن يستثمروا في بنك الدم اليمني، سواء من الذين يقاتلون معهم أو من الذين يخطفون جراء الضربات القاطعة للطيران التحالف العربي. وبالتالي أصبحت المعاناة الإنسانية في اليمن بالنسبة للحوثيين أشبه ما تكون بقميص عثمان أو دم الحسين الذي يريدون من ورائه تحقيق أرصدات سياسية تخدم الانقلاب في صنعاء. إذا ما أريد فعلا مواجهة الوضع الثاني المأزوم في اليمن، فإن على التحالف العربي أن يفتح موانئ الانقلاب كما ذكر الزميل التميمي، وعلى الحكومة اليمنية أن تعود الإشراف بشكل مباشر عن طريق الوزارات المختصة وهي العليا للثلاثة الحكومة من أجل إيصال المعونات، وعلى الحكومات الدولية القائمة في الشام أن تكف عن اقتطاع نسب كبيرة من المعونات الإنسانية كبدلات سفر سكنات ونفقات فنادق الفخمة وما إلى ذلك لموظفيها، لأن كثيرا من هذه المعونات تقدم لهذه المنظمات تذهب في جيوب المسؤولين والمطلق العامل في هذه الصمات، ولا يصل في الأخير إلى المستهدف اليمني أو الجائع النزر. طيب عادل، يعني لا يبدو أن الحرب بين الحوثيين والتحالف ستتوقف في المدى المنظور لأنها ليست في مصلحة أي من الجهتين. هذا يعني أن الأمم المتحدة ربما تكون في طريقها إلى إعلان المجاعة في اليمن، وبالتالي هذا سينتج عنه ضغوط سياسية كبيرة على الجهتين. السؤال هو رقبة من التي ستخضع لسيف الضغط أكثر من غيره؟ هل الحوثيون أم قوات التحالف برأيك إذا ما أعلنت المجاعة؟ قبل أن أجيبك عن سؤالك وفي وجهي ثمرة تشبه ثمرة الدكتور محمد الجميح والأستاذ التميمي وربما ثمرتك أنت، فأنا كمان بالدم وبنسبتي وايضا بالانتفاضه تونسي احد الجنسيه التونسيه والبريطانيه، ولذلك اذا كان بيتر صفتي بان فانا كاتب تونسي منشغل بالدم اليمني بالتاكيد.
أما جواب عن سؤالك من سيخضع للضغوط الدولية، أعتقد بأن الطرف يمتلك من الإرادة القدرة على المناورة هو الطرف الأقوى، أي الطرف التحالف الدولي الذي يدعم التحالف العربي يدعم الحكومة الشرعية، من هو القادر على القيام بمبادرات لإنهاء، ما هو هذا الطرف؟ بالتأكيد في كل المبادرات في كل الحروب الطرف الأقوى دائما هو الذي يستطيع أن يبادر وأن هي الحرب. هل أن الحوثيين لديهم إمكانية الآن كي يعلنوا أو أي مبادرة؟ هم الطرف الأضعف بالتأكيد وهم المستهدف الآن ليس فقط من الحكومة الشرعية وإنما أيضا من الدول الإقليمية، على اعتبار أن الحوثيين يحملون أجندة إقليمية أي هي الأجندة الإيرانية في التحديد أو مدعومون من الإيرانيين. لذلك أعتقد بأن الكرة في ملعب ليس في ملعب الأمم المتحدة، بالتأكيد لأن الأمم المتحدة لا تستطيع الآن أن تفرض على الأطراف حلا على الأرض، وإنما الكرة في ملعب الطرف الأقوى أي التحالف العربي. إذا أنهى التحالف العربي قراره بالحرب وأعطى فرصة أو مبادرة سياسية جدية وحقيقية تحفظ ما وجه الأطراف الرئيسية وحقوق مختلف الأطراف في اليمن، وقتها يمكن الحديث عن حل سياسي للأزمة اليمنية. أما وفق الحرب الحالية والمنطقة القوى فإننا مضطر عملية استئصال أحد الأطراف للطرف الآخر. إلى حد الآن لا زال التحالف العربي يتحدث عن أنه لن يوقف الحرب إلا إذا أعلن الطرف الآخر أي الحوثيين الاستسلام وفدوا سلاحهم أو سلموا سلاحهم بالكامل. ونحن نعلم بأنه في مثل هذه الحالات تسليم السلاح يعني عمليا رفع راية البيضاء وتقتيل الحوثيين رؤوسهم في المقتل. أنا لا أتحدث من باب التنظير ولكن من باب حلول واقعية الممكنة. كل الأطراف السياسية القريبة في الوضع اليقظي تبدو أو تتحدث عن ضرورة الانطلاق حوار في فضاء مغاير، دعك من موضوع الحوار تم برعايه دول مجلس التعاون به او نتائج الحوار الوطني، هنالك الان معطيات على الارض، معطيات افرزتها الحرب، وهذه المعطيات لابد ان تاخذ بعين الاعتبار القوى السياسيه والعسكريه الحديثه وعلى راسها القوى الجنوبية سنرى. التي تفرض الآن واقعا مغايرا على العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وهي عاصمة يبدو أن حكومة الرئيس عبد ربه منصور هذه غير قادرة على التحكم الكامل في 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 في, في مجرياتها. سنرى أعتقد بأن مدعومون للبحث عن حلول سياسية. هذه الحلول سنرى خيارات الحكومة المقبلة برئاسة معين عبد الملك، لكن بعد العودة من فاصل أخير. اهلا وسهلا بكم الى الجزء الاخير من حلقه اليوم. اذهب الى السيد محمد جميح. الرئيس اليمني عين معين عبد الملك طبعا في رئاسه الحكومه الجديده، ومن المتوقع ان يعلن عن تشكيله حكومه حرب كما سربت بعد التقارير تحدثت بعد التقارير في الصحافه اليمنيه. هل يمتلك يعني السيد معين عبد الملك الخبره الاداريه الكافيه لاداره ملف معقد مثل اليمن يعيش مرحله حرب في مرحله حرب؟ معين عبد الملك هو كان وزيرا في الاشغال ويعني لديه خبره ولديه ايضا الدماء الجديده والكافه، لديه بعض النقاط يمكن ان تحسب لصالح اذا وظفها توظيفا جديدا، لديه علاقه طيبه بالجانب السعودي تحديدا يمكن ان تسهم
في مجالي الدراسة وربما البدء في عهد الإعمار في مناطق المحررة. لدي عدة نقاط يمكن أن تكون في صالح، لكن بالمقابل هذا التغيير الوزاري هو طالب في الوزراء فقط ولم يغير أي من الوزراء الآخرين، وما صدر وما ظهر هنا وهناك مجرد تسريبات عن الحكومة المصغرة أو التعديل الوزاري لا نعلم عن ذلك في حقيقة الأمر. لكن صحيح أن معين عبد الملك ليس بالخبرة السياسية التي كان لدى سندغر، وكذلك ليس لديه العمق الحزبي الكبير سواء في المؤتمر الشعبي العام أو في أي مكون آخر الذي كذلك لدى سندغر، والعلاقات التي يتمتع بها سندغر. لكن يستطيع معين بحكم أنه قادم من طيب سيد محمد، يعني هل أريد أن أسألك، يعني هناك من تحدث عن أن عملية تعيين معين عبد الملك في هذا المنصب هي جرت في إطار استرضاء عدد كبير من الأطراف اليمنية، هل هذا صحيح؟ اليمنية وغير اليمنية طبعا الإقليمية. أنا لا 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 أن كثيرا من الأطراف اليمنية ربما كانت راضية الإطار التي صارت خاصة عن حالة التحقيق. ومعين يعني يمكن أن لا أعتقد أنه يمكن أن يكون توافقيا، بمعنى أن عبد المنصور هادي أراد ذلك الطرف أو ذاك، هناك إرادة صعبة الأغر، لكن لا أعتقد أن هناك إرادة اختيار تحديدا، إنما الإرادة الأساسية في الإقصاء وليس في الاختيار. أما الاختيار فجاء ربما بغير إرادة كاملة أو في لم تكن همة، لم يكن همة من يحضر بندغر بقدر ما هو مهم أن يغادر بندغر. مع ذلك كما قلت يستطيع معين عبد الملك بما لديه استقرار في الحكومة السابقة لنقل، وأيضا في علاقاته، وكذلك قادم من محافظة تعز يستطيع كذلك أن يعدل كفة الميزان فيما يخص العلاقة السلطة بالشمال والجنوب، يستطيع كذلك ترضي كثيرا من الأطراف المالية التي شعرت خلال الفترة الماضية أنها قد غمس حقها، خاصة وأن كثير من التعيينات ذهبت للجنوبيين، الأمر الذي اختار الأطراف الشمالية. نعم. يستطيع بالصغر أن ينسى ذلك كله وهذه التحصصات السياسية والمناطقية والسياسية من أجل أن يطب في مصلحة الناس، والمحك هو عطف الحكومة إلى عدل. إذا استطاع معين عبد الملك أن يعود من الغد أو بعد الغد إلى العاصمة مؤقتة عدن واستطاع مارس عمله، إذا استطاع يعيد المواد يوميتها، إذا استطاع فعل حركة الطيران وطائرات البلاد، إذا استطاع من أداء العمل الإيقاف، إذا استطاع أن يبدأ فعليا بإعادة ما في المناطق المحررة، إذا استطاع التوقفات من التحالف العربي على الأمنية في البلاد، فأنا أعتقد أن ذلك تشكل رصيدا كثيرا له وسيجعل منه رمزا وطنيا بجد. طيب إذا ما استطاع أن يفعل كذا وكذا وكذا كما قال محمد جميح، ما الإجراءات المتوقع أن يتخذها رئيس الحكومة اليمني الجديد في المرحلة المقبلة؟ ليس بيده أي شيء يمكن أن يتخذه، فهو رئيس حكومة بلا موارد، رئيس حكومة بلا صلاحيات، رئيس حكومة لا يستطيع أن يقرر العودة إلى عدن إلا إذا قبل بذلك التحالف، وإذا أوعز التحالف لأدواته المؤثرة في عدن لقبول فكرة عودة الرئيس. الآن المجلس الانتقالي الذي أسسته يعني ليس لديه أي خيارات؟ ليس لديه أي خيارات في حقيقة الأمر، لأنه الآن الموارد معطلة هذا منطق عدمي بأمر من التحالف، والحكومة تعتمد على الوديعة السعودية وعلى رئيس الحكومة أن يعني في حقيقة الأمر إذا لم يحدث يعني تشكيل حكومة جديدة و يدخل وزراء يعني وفق يعني يعملون لحساب الأجندة الإماراتية، فأعتقد أن مشكلة الإمارات مع الحكومة لن تنتهي، وستظل توعز لأدواتها في عدن بتضييق الخناق على الحكومة أيا كان رئيس الحكومة هذه، سواء كان بندغر أو غير بندغر. أما أنا أعتقد أن الرئيس عبد الرب منصور هادي أحال منصب رئيس الحكومة لشخصية شمالية كما قلت بهدف الإمساك بالبرلمان، خصوصا طيب. أن هناك نية لإعادة تفعيل المؤسسة التشريعية. ليس هناك فرصة لرئيس الوزراء
لأن يقف في المنطقة الوسطى ما بين التحالف وما بين المصلحة اليمنية العليا كما فعل بن دغر. حاول بن دغر وفشل. فشل لأن القوى التي تؤثر في المشهد أقوى بكثير من السلطة الشرعية ومن بن دغر ومن غيره من الأطراف اليمنية. سأعود لأختم معك، ولكن قبل ذلك عادل، يعني ماذا يمكن أن تفعل دول التحالف الآن مع رئيس الحكومة الجديد؟ ماذا يمكن أن تقدم له في المرحلة هذه؟ حتى على الأقل تسقط عنها يعني ذريعة أو كما يقال التهم التي تلاحقها دائما بأنها تعيق عمل الحكومات اليمنية المتعاقبة، الحكومات الشرعية اليمنية. للأسف الشديد الحكومة اليمنية سواء الحكومة السابقة حكومة بن دغر أو الحكومة المرتقبة اللي هي رئيس الحكومة الحالي معين عبد الملك، أعتقد بأنها لم تضيف شيئا ولن تحقق أي إنجاز باعتبار بأنها حكومات وظيفية لا أكثر ولا أقل للأطراف الإقليمية المتحكمة في المشهد اليمني. للأسف الشديد مرة أخرى نجد أنفسنا أمام مأساة حقيقية ودماء تسيل من أجل تحقيق أجندات ليست يمنية وإنما أجندات إقليمية وأجندات دولية هدفها في نهاية المطاف تقسيم اليمن وإضعاف اليمن. والحديث الآن عن الوضع الذي يجري الآن برئيس الحكومة الحالي والحديث عن أنه يمكن أن يقوم بإصلاحات اقتصادية أو سياسية كما قال ضيفك العزيز الصديق العزيز ياسين التميمي، لا أعتقد بأن هنالك إمكانية لأن يفعل الكثير بالنظر إلى أنه كما قلت لا، المجلس الانتقالي في عدن هو القوة السياسية والعسكرية ذات القرار النهائي والحاسم في أي خيار يمكن أن تذهب إليه الحكومة اليمنية. النقطة الأخيرة التي أريد أن أختم بها مشاركتي معك اليوم تتصل بالهدف من كل هذا، هل يمكن للأطراف الإقليمية الإمارات والسعودية أن تنهي اليمن أو الحرب في اليمن كما تشاء؟ شخصيا لا أعتقد ذلك، والدليل على ما أقول هو التاريخ، أي أن اليمنيين في نهاية المطاف حتى وإن كان الدم الذي دفعوه دم غزير إلا أنهم في نهاية المطاف يستطيعون أن يخرجوا هذه الأجندات وضحت ويعودوا إلى واقعهم وإلى حوارهم الداخلي. في سياق الحديث عن التحالف نفسه أريد أن أسأل محمد جميح وأرجو الاختصار من فضلك، يعني أدركنا الوقت، ألا تشعر بأن التحالف بحاجة إلى تحقيق إنجاز ما في اليمن، وأن ربما الحكومة الجديدة ربما تكون طريقه إلى أو ربما تكون طريقه إلى تحقيق هذا الإنجاز باختصار شديد؟ طبعا باختصار شديد يستطيع التحالف أن يحقق الهدف المعرف عادة إلى البلاد كما أصبح العلاقة بينه وبين الشرعية وعادة أمور إلى نصابها، بمعنى تكون الحكومة اليمنية هي المسؤولة أبنيا وسياسيا وعسكريا عن تكون البلاد، وأن تظل التحالف مظلة داعمة لهذه الحكومة بينما تظل إجراءات فعلية على الأرض حكومة. هل نصل إلى علاقة بين الحكومة والتحالف تصوب المعادلة بهذا الشكل أم لا؟ لا نعرف، لا أدري ولا أعرف عن مكونات القيام القادمة، لكن المؤشرات تشير إلى أن الخلل يتزايد يوما بعد يوم بين الشرعية اليمنية وبين التحالف، وما لم يصار رد هذه القوة والجلوس على مستوى القمة بين زعماء التحالف ورئاسة الشرعية فإن القوة تتسع وهدفت معلن لن تتحقق. طيب أحسنت، يعني الهوة تتسع بين الشرعية وبين التحالف، إلى أي مدى يمكن للرئيس الجديد معين عبد الملك أن يكون بيضة القبان التي تجتمع عليها قلوب كل الأطراف الجنوبيين والشرعية والتحالف؟ معين عبد الملك ليس حلاً. المسألة ليس لها علاقة بالسلطة الشرعية بالأساس، القضية هي تتعلق بأجندة التحالف في اليمن. التحالف ليس في وارد تمكين السلطة الشرعية، وليس في وارد تبني خيارات اليمنيين في الذهاب إلى دولة اتحادية ديمقراطية. التحالف له أجندة خاصة، التحالف بدأ يظهر أجندته الخاصة وأهدافه المعلنة من خلال التوسع الجيوسياسي الذي نراه من خلال هيمنة الإمارات في المحافظات الجنوبية وهيمنة السعودية في شرق البلاد، في جنوب شرق البلاد في محافظة المهرة، ومحاولة الإمارات السيطرة المباشرة على أرخبيل سقطرى. المسألة لها علاقة
علاقة بترتيبات إقليمية أوسع من إرادة السلطة الشرعية. لهذا أنا أعتقد أنه التحالف يمكن أن يغير تكتيكاته إذا ما حدثت هزة على مستوى الرياض على خلفية حادثة خاشقجي، أو إذا استطاع اليمنيون أن يطوروا هذا الحراك الوطني الذي بدأ يظهر في تعز وفي شبوة وفي عدن وفي المهرة وفي سقطرة، ليصبح تيار وطني عارم يمكن أن يفرض حقائق جديدة على الأرض ويحيد أدوات التحالف ويدفعوا في نهاية المطاف إلى التعامل مع الأولويات اليمنية بمقاربة أكثر رشدا ونضجا. أشكرك مرتين على المشاركة وعلى الاختصار في آخر الوقت. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي أشكر فيها ضيوفي ياسين التميمي الكاتب والمحلل السياسي، كان معي في الاستوديو وعبر الهاتف من لندن كل من محمد جميح الكاتب السياسي، وكذلك عادل الحامدي الكاتب والإعلامي المقيمان في لندن. شكرا لكم، إلى اللقاء بإذن الله.